معكم من جديد. كلكم بتعرفوا صرتوا منيح انه تأملنا سوا برموز مغارة الميلاد او شجرة الميلاد. اليوم بدنا نبلش انا وياكم نتأمل بشخصيات مغارة الميلاد، وهالشخصيات اكيد في كتير اشخاص احتفلوا بولادة الرب يسوع وكل واحد على طريقته، ومن هالشخصيات شخصية كتير ملهمة: مريم، يوسف اللي بيمثلوا وبيجسدوا العيلة المقدسة، الملائكة اللي بيمثلوا سفراء السماء لأرضنا، الرعاة اللي بيجسدوا حضور الفقراء، والكهنة والكنيسة بيناتكم، المجوس اللي بيمثلوا الأغنياء، العلماء، ممثلي الأمم الوثنية وغيرهم، سمعان الشيخ اللي بيمثل مثلا الأتقياء، حنة اللي بتمثل الأنبياء، وكتار كتار غيرهم. والسؤال لألكن بهيدي الفقرات اللي هلأ رح نبلش نتعرف على هالشخصيات: هل ترغب خي المؤمن، اخت المؤمنة، انكم تكونوا انتو كمان رسل للبشارات المفرحة؟ ما تنسوا انه زمن الميلاد هو زمن البشارات المفرحة. اولا خلوني بلش انا وياكم بهالحلقة نحكي عن الطفل يسوع اللي هو صاحب العيد. من هو يسوع؟ شو بيقول الكتاب المقدس عن يسوع؟ بيقول مثلا: سيكون عظيما، هيدي ببشارة مريم، ابن العلي يدعى، يعطيه الرب الإله عرش أبيه داود، عم نحكي عن ملك، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه انقضاء أو نهاية. هو مين؟ هو المخلص. هدول كلهم منقراهن بإنجيل لوقا الفصل 2 الآيات 10 و 12. وهون عم نتعرف على أنه يسوع هو المسيح الرب. فإذن يسوع شو معناتها اسمه؟ كتار بيسألوا وضروري بقى نحفظ هيدا الاسم أو معنى اسم يشوع أو يسوع. الله يخلص، يا الله شوع يخلص. وقت اللي عم نحكي عن الله يخلص دايما لازم نسأل حالنا السؤال الأول: من هو هالمولود اللي سموه عجيبا مشيرا؟ هو أولا طفل المزود، هو المخلص، هو المسيح المنتظر، هو الرب، هو العمانوئيل، الله صار معنا، اللي تنبأ عنه أشعيا النبي بخليني أقول سفر رائع جدا، وبيسموه لأشعيا الإنجيل أو سفر أشعيا، بيسموه سفر أشعيا الإنجيل الخامس. مشان هيك أشعيا بالفصل السابع الآية 14 بقول: إنه الله معنا. وهون متى كمان بمطلع بشارته، بمطلع إنجيله، بقول المسيح هو العمانوئيل، الله معنا. نقرأ بسفر أشعيا نص رائع جدا بيقول: لأنه قد ولد لنا ولد، أعطي لنا ابن، فصارت الرئاسة على كتفه، دعي اسمه عجيبا مشيرا، إلها جبارا، أبا الأبدي، رئيس السلام. هيدا هو الله معنا. مشان هيك عم نتعرف على شخصية يسوع اللي هو طفل العيد، اللي هو عطى معنا، مش بس الله معنا بالألف، الله يعطي معنا بالألف مقصورة لحياتنا. نقرأ مثلا بإنجيل يوحنا الفصل الأول ومن مطلع الإنجيل: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة هو الله، به كان كل شيء، ومن دونه لم يكن شيء مما كون. هذا الشيء نقرأ بإنجيل يوحنا الفصل الأول. وبيزيد يوحنا بالآية 14 بيقول: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، هذا العمانوئيل، حل بيننا، أبصرنا مجده، مجد ابن وحيد آت من الله. يعني المسيح هو الله الأزلي اللي تجسد بصورة إنسان، بصورة إنسان. ليش تجسد؟ ليرمم صورة الإنسان اللي شوهتها الخطية. خليني روح أنا وياكم كمان طالما عم نتعرف على شخصية يسوع إلى طفل المغارة. شو بقولوا عنه الرسائل، مثلا الرسائل أو القراءات البيبلية؟ نحن عم نقرأ بيمرق قدامنا كتير أسماء لهالطفل، طفل المغارة أو ليسوع. هو الخالق بكولوسي، هو معلن الحق بإشعيا، هو الأزلي بميخا، هو الحاضر في كل مكان بيوحنا، هو العليم كمان بيوحنا، هو رب الحياة، رب الموت
وقت اللي بنسمع أنا القيامة والحياة بإنجيل يوحنا عم نشوف كمان هو ديان العالم بأعمال الرسل. فإذا من هو يسوع؟ هو كتير إشياء أنا وإنتو لازم نتعرف على شخصية يسوع، مش بس منحبها، شخصية يسوع مش بس بدنا نحبها إنما نجرب نتبنيها. طفل المغارة إذن هو إله قدير إجا على عالمنا، لبس ثوب التواضع، ثوبنا البشري، إجا تيجسد فينا محبة الله، إجا تيرد الناس للتوبة وللحياة وللقداسة وللتقوى ولمخافة الله. سؤال تاني بينسأل، ليش إجا المسيح على عالمنا؟ ما كان بيقدر يخلصنا وهو وبعالم هو؟ الإنجيل إخوتي المقدس، الإنجيل المقدس عنده إجابات كتير كتير، ألاف الإجابات عن سبب مجيء الرب يسوع لعالمنا. من هالإجابات مثلا منقرأ برسالة تيموتاوس الأولى الفصل الأول الآية 15، تصور الـ15 مزبوط، المسيح يسوع جاء إلى هذا العالم ليخلص الخطأ الذين، بقول مربولوس، أولهم أنا. فإذا المسيح يسوع أتى إلى هذا العالم ليخلص الخطأ الذين أولهم أنا، ومشان هيك جاء ليخلص ما قد هلك. فإذا إذا كان الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، ليش يسوع إجا على عالمنا؟ جاي تيخلص ما قد هلك. ثانيا، أيمتى ولد المسيح؟ أنا وأنتو أخوتي مرات كتير بنتساءل هالسؤال. بنقرأ بالرسالة بولس، رسالة القديس بولس لأهل غلاطيا الفصل 4 الآيات 4 و5، لما جاء ملء الزمن، حلو كتير هالكلمة بس نسمعها، لما جاء ملء الزمن أرسل الله ابنه الوحيد مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. فإذا نحن ما عدنا شو ما كان، نحن صرنا أبناء الله الآب. إذا كان الله الآب تبنينا، فمن هو يسوع؟ هو الابن. مشان هيك الرب يسوع إخوتي جاء، أو متى ولد؟ ولد في ملء الزمن، لمن كان في انتشار رهيب للي كان بسموه وباء، خليني سميه وباء، لمن أظلمت الدنيا، لمن الناس كانوا حقيقة صرخوا كل صرخاتهم كل وجعهم، إلى متى يا رب تستمر على نسياني، وحتى متى تواري وجهك عني، لمن كل هالناس مختنقين، إلى متى يا رب تستمر على نسياني؟ إجا شيء بسموه بوقتها، بسموه كانوا الرومان سلام روما، باكس رومانا. وبوقتها زاد نفوذ قياصرة روما على العالم وإيدهم الحديدية، العالم القديم أكيد، انربطت طرق بين أجزاء الأمبراطورية الرومانية من كل المطارح، وبزمن انتشرت فيه اللغة اليونانية كلغة الفلسفة والدين والتعامل اليومي، وهذا الشيء كان رح يسهل كتير إخوتي انتشار الإنجيل، انتشار الكلمة. وبزمن زادت فيه مظاهر الانحطاط والفساد والشر والخطية والضغينة، إلى جانب مظاهر التدين الفريسية، ويمكن اللي بيجسدوها الأحبار الكتب الفريسيين والكهنة، وهذا كله تدين زائف. وبما أنه المسيح كان عم بيسمع صوت الوجع والقهر والبؤس والتعاسة واليأس اللي كان ضرب كل مفاصل الحياة، كان لابد من أنه ربنا يدخل إلى هذا الزمن. ولد المسيح بأيام أعظم أباطرة روما، أعظم أمبراطور، أغسطس قيصر. لوقا الفصل 2 بترجعوا للنص وبتعرفوا أنه يومتها أغسطس قيصر، لأنه صار في امتداد رهيب لسطوته بكل المطارح، حب أنه يحصل مسكوني كلها. مشان هيك فإذا يسوع ولد بأيام أعظم أباطرة روما. الوالي بيومتها، الوالي الروماني، كان كيرينيوس عم بدير شؤون سوريا الكبرى. بنفس الوقت كان هيرودس الكبير ملك على فلسطين وراضخ رضوخ كامل، زحفوتي للآخر لسلطة وهج
وبطش روما، ساعتها كان لابد من أنه يكون في دخول الملك إلى مملكته إلى هذا العالم. مشان هيك إخوتي، نعم يسوع المسيح هو مخلص العالم من اللي كان معتبرين حالهم هني مخلصي العالم. رابعاً، وين ولد المسيح؟ هيدا الشيء رح نحكي عنه بالمرة الجاية تنحكي عن بيت لحم، بيت الخبز، أين ولد المسيح؟ والله معكم.